مساء النور حبيباتي ان شاء الله تكونوا بخير ان شاء الله تكونوا مرح وانتم في هذا الفيديو تاع نهار اليوم نقولكم لكم غالياتي ما تنساوش تبداو لي لا فيديو بجم كبير نحبكم دوكا كامل تحبوا ديروا لي لايك لا فيديو باش تطلع وتنشاف اكثر واكثر نبداو لا روتين تاعنا بزاف شابه وحيويه فيها النشاط والحيويه نهار اليوم هنا بديت لكم الصبيحه ديالي كنت وجدت لوليدي اللمجه تاعو ولا هنا كنت درت له حليب وراه يشرب الحليب ملي قالت له الاستاذ على الحليب ولا كل يوم يشربو <applause> وراح نديلكم لكم همسه راح تفيد بزاف الامهات اللي عندهم اطفال وجايين هذا على هذا على بالي بلي راح تفيدكم نخليكم مع الفيديو صباح النور حبيباتي ان شاء الله تكونوا صباح بيان ورقدتوا بيان اليوم ما حبيت ندير معاكم تاني تروتين ان شاء الله يعجبكم نوري لكم يومياتي كيفاش راني نخدم شغلي نط على التسعة نط الصباح سمحوا لي دقيقه نغلق العين ونرجع لكم قلت لكم نط مع الصباح جوزت وليدي يقرا وعاود رجعت رقدت ومن بعد عاودت نوض شربت قهوه تاعي ما شاركتش معاكم ما حبيتش نشارك معاكم كل يوم الفطور ديالي باش ما يكونش هكا تكرار شربت لوليدي الحليب تاعو والاخر راح يقرا ثاني تشرب كيما شفتوا مع الصباح وراني بديت شغلي دوك نوريكم واش درت الحاجه الاولى غسلت لافاج الاول تاع الحوايج هاوليك دوك ننشرهم لهنا فتحت كامل تواقي باش تتهوالي لي الحاله هنا تاني كنت جبدت شويه تاع الشربه كنت مخبيتها وجبدت الخبز باسكو راجلي خرج و باسكو عنده شغل خفت نقعد هكذا وما عنديش الخضره كامل ان شاء الله العشيه يقضي لي الا هنا المطبخ ديالي نقيته وفرست هذوك الماعن ولا انا شمخت هذوك الماعنات اللي بليتو الطريشنات هذه دايرتها انا سبيسيال غير للتجف تاع الماعن والطريشنات اللي نمسحو بهم ي... بيان سور كي ناكلو دوك لكم يعني فتحت غير التواقي مازال ما جبدتش بلاسبيغاتور دوك كاني حنجبد كاع هاد لي تابي باسكو غير يسخن الحال شويه نغسلهم ان شاء الله هاوليك في البيرو تاع خوه راهو يخربش خملت الشومبرا تاع وليدي تاني فتحت التواقي كيما راكم تشوفوا هنا ننبه الامهات غلقوا التواقي لوليداتكم الا كانوا في الغرف اللي يكون فيهم طاقه مفتوحه اون سي جامي طاحوا لكم بعيد الشر بيتي ما نوريها لكم هي واش نقول لكم راهي مخروبه بالنسبه شوفوا البيوت كامل راهم كارثه الصالون ديالي تاني تراه مازال كما ديك شرب ثلاثه ورجعت الما على لهنا تاني تهدا ندير النهار دوك هاديك تاني تنسيق هذاك البالكون اللي فيه لي فلوغ وكامل دوك نشارك معكم غير مقتطفات باسكو لا فيديو تجي بزاف طويله الشومبره ديالي راهي واش نقول لكم راهي مخربه من العيد مازال ما خملتهاش فتحت الطاقه هكا باش تهوى لي الحاله راهو الهواء بزاف شباب ان شاء الله راجلي يديني ندور شويه ولا غرف غير فريمون داك خاطري الحوايج شوفوا الحوايج عندي سله معمره الحوايج كيما دوشو ولادي الصال دو هي الدنيا مرويه انا دوكا تي كنشوف الحاجات نخدم غير شويه شويه حتى لو طون لي راجل خدمته ونبدا نخمل تنظيفات ولا نرتب بعد رمضان على بالكم في رمضان تولي الحاله كامل مخلطه يلا هي البنات نبداو كيف كيف ودوكا تيك جبت لاسبيغاتور وراح نروح ندور ونروح <applause> <applause> ندور على <applause> الحالة كامل لي على تاع الكولوار دوك شوفوا كما نقولوا الصوره راهي تعبر على كلش هنا يا حبيت نديلكم لكم واحد الهمسه كانت طلبتها مني واحد الاخت في الانستغرام كانت الحت عليا وكانت دائما تبعث لي لي ميساج وانايا طولت عليها نقول لك حبيبتي ان شاء الله تكوني تسمعي في الفيديو قالت لي وسام انا من مواليد 97 يعني انا كبيره عليها بوحدة ربع سنين هكذاك قالت لي وعندي ثلاثه دراري جايبتهم هذا على هذا قالت لي وقيل الزوج ديالها كيما راجلي يخدم بعيد كيفاش ننظم وقتي مع وليداتي ووليدها صغيره جو خوارها راهي نفسها ولا وليدها المهم غير كيما ولدت نقول لك الحاجه الاولى اللي نمدها لك ولا النصيحه الاولى اللي نمدها لك يعني كام وراني مجربه مرب عندي زوج دراري انه تنظمي وقتك كي تنظمي وقتك كل حاجة تديريها بالنظام عندك باغ اكزومبل كي مادام عندك وليداتك صغار اول حاجة كي تنوضي الصباح اكيد بعد لي تشربي قهوتك تمشطي شعرك وتلبسي حاجة نقية وتلبسي طابليتك كي ينوضو ينوض البيبي ديالك ولا الرضيع فوتي فيه اديه الصالدو دو بان غسليلو سخون حشك من تحتها ردعيه انا كي كنت في في, في المرحله الرضاعه الطبيعيه نرضع لو بيبي هذاك نقيلو نبدلو حوايجو نقيه نديرلو الريحه نبدلو هذيك لا كرونيا تاعو لا كوش ومن نشدو في حجري بيان سور انا نرضعو نشبعو حاشاكم نقرعو باش ما يتقياش باسكو تخافو الا ما قرعتوهمش حاشاكم يتقياو وبما اذا كي ترضعي فيه بالبيبرون تاني لازم حاشاك تقرعيه ومن بعدها نحطو في بلاصتو هذاك البيبي ولا نرقدو ولا ومن بعدها باش نبدا شغلي وشغلي كيفاش نبدا اذا كان الزوج ديالك اكيد في البيت كي قلتي يخدم بعيد في الايامات يكون في الدار سيد فوتي في الفطور قبل ما تبداي تنقي قبل ما تبدأ تسيق قبل ما تبدأ اي حاجه فوتي في الفطور ديري الطنجره ديالك فوق النار الا درتيها في الكوكوطه درتيها و درتيها في الطنجره ديريها بتيف وخليت الفطور ديالك يطيب ومن بعد كي ديري هاد الخطوات فوتي ومن بعد روحي دوزي للشغل نقي المطبخ ديالك ولا فوتي في لي سانيتير الا كنتي ما نطيش بكري روحي فوتي في الفطور دوزنيه ومن بعد روحي لي صانيتا حشاك التواليت ودوش نقيهم وجوزي كامل على البيوت فتحيت فتحي تواقيك وكامل ومن بعد روحي للمطبخ خليه هو اخر حاجه الغسيل ما عن الفريزه على بالكم المطبخ هو الحاجه اللي تشد بزاف انا هذه هي الطريقه اللي كنت معتمدتها كي نعود نربي خاصه كي يكون البيبي تاعي نوفوني نفوت في حاجه الاولى وكي نوض ما نكذبش عليك نخلي شغلي ونفوت في البيبي ديالي حاجهكم اذا بصخ لاكوش ديالو حاجهكم الا دار بيبي ولا دار حاجهكم اكرمكم الله ولا دار كاكا نروح نبدلو ما نخليش وليدي يتهرى ما نخليش لحمو يطيب ولا يتشلح لي كامل نفوت فيه كيما يقولون الزمان كيما كانت تقول لي ما نرجي تقول لي ما كاش لي يسقسيك على شغلك خلي يسقسيك على وليدك ولا ما نيش عارفة يعني وليدك هو الصح بس الشغل راهو عالعام على العام والخدمة راهي على العام كي تكوني منظفة لوليدك وشغلك وعفوا فطورك فوق النار يعني ما تكونش عندك هذيك لابريسيون الوغ لا إلا فتي في السياق والماء وتزرزق يجي يجيو وليداتك من المسيد ما يلقاوش الفطور يجي الزوج ديالك يفطر ما يلقاش الفطور هنا راح تكوني وتحسي روحك ام آه كما نقولوا مقصره في حق ولادها وحق الزوج ديالها يعني سي دائما انا نمد لكم طريقتي في التربيه طريقتي يعني ما نقدرش انا نمد لكم حاجه وما عنديش البنات آه هذا هاد وراني كملت سي بون الحمد لله سيقت كلش وش نعطيك تاكل واش لك نعطيك تاكل واش سمعها وسمها البنات يقول لي تراك <applause> انا المهم هذا وين ونعطر بهذا لوغاج هذا والله ماني عارفه لا دي ولا معطر الافريشه والله ما على بالي المهم شوفوا هذا الشباب برك عنده ديفو لودور تاعو تمتم يروح فرشت البنات هذا الضغط على الصيف راهو بدا الحل وهذه هي صيقه لاشومبر ديالي ولا هنا راني مخرجه الفراش لا كويت راهي برا راني نتغطاو فيها بها في الليل ولا هنا ليك الحاله راهي نقيه كل حاجه راهي مرتبه هاكدا يا <applause> المهم نروح بالنسبه للفطور دوك ندير غير حاجه خفيفه ناكلوها باسكو كما قلت لكم خرجت الشوربه ما عنديش الخضره حتى العشيه ان شاء الله يقضي لي ولا هنا خملت الصالون سي بون كملت سيبا اه <applause> المهم خياتي ما من البالكون راني دوك نوريكم كيفاش سيحتوا دقيقه صبر اصبر دوك نوري لكم لي بلونت ديالي وين ديتهم هادو الصغار درتهم غير لهنا وهادوك الكبار ديتهم لهيكا كامل شوفوا قلت مقابل الشمس باش الياسمينه وكاملها مليك حطيتهم لتما أرباح وين نروح يتبعني وهادو ما حبيت نديرهم هنا قلت إن شاء الله ندير لي زيتاجاغ هنايا باش باش نولي ندير فيها نديرهم في المرفع خير باش كي نجي نسيق ولا ما نديرونجاش البنات أنا دايما ندير هنا على الغبرة باسكو عندي الغبرة نسكن نسكن قدام الطريق الطونوبيلات يجوزو كامل هاد لا شومبر مانيش عارفه لو وريتها لكم ولا ما وريتها لكمش معمره بالخرده كاش النهار كي نخملها ونقول لكم واش راني ديسيدي ندير فيها هيا اخرج اخرج مشي <applause> شيكولا ما كاش دوك راح نفطرو اوكي بيتزا دوك بالك بابا كي يجيب لك بيتزا المهم خياتي راكم معايا ان شاء الله نكمل معاكم <مترجم> الروتين حتى لليل الا قعدت في الدار راني قعدت ولا خرجت بس راني حابه نروح لواحد البلاصه الا خرجت نديكم معايا ومن بعد ان شاء الله نولي لكم هنا يا خياتي بعد لي فطرت ونطلع شي درت لاسيس هنا كان جاب لنا راجلي شويه تاع البيتزا باسكو وليدي تشهى فيها جابها له نط لقيتو جاب لي القضيان أه حطوا لي تماتيك مازال لي برك دوك نفرزو درت قهوه حليب على بالكم انا من الناس اللي نموت على قهوه حليب <applause> نحبها بالبزاف تاع العشيه أه قلت نشرب قهوه نقعد راسي ومن بعد نروح نكمل شغلي نوريكم كامل شاني حندير وكما قلت لكم البنات مقبلة إذا عجبوكم الهمسات هادو ما نسيدي من همسة هكا في الفيديو كما قلوا تفيدكم يلو كان غير بالهدرة ماشي شرط نوريلكم كلش هنا تاني كما كنت تشوفوا رحت لهادو لي بلونت ديالي نضرب طلع عليهم يعني شوفوا انا بزاف بزاف نحب لي ونحسهم كي نشوف اللي عندي لي بلانت في الدار نحس بواحد الراحه نفسيه واش هنا هنايا حطيت فنجري تاع قهوه حليب حطيت شويه حلويات تاع العيد مازالت عندي كميه خبيت كميه صغيره واش نقول زود واحد من كلنا درتهم في المجمد كاش نهار كي نطيح ولا ما نلقاش باش نشرب قهوه اه نجبدهم من المجمد شربت قهوتي ومن بعد ذلك رحت باش ندير الحشا معاكم هنايا كنت شارك شاركت معاكم في لي ستوري انستغرام واش درت ش راني سابقتكم البنات في تاع اليوتيوب <applause> انستغرام نفوت نحط لهم كلش هما نخلي لكم الانستغرام ديالي في صندوق الوصف اللي ماهيش ملتحقه بيا نقولها مرحبا بك حبيبتي في الانستغرام ديالي بون البنات هذا راني كيما شربت القهوه وجيت باش نفرز هذيك الخضره هنا درت هذاك البيطراف دوك نديرو يطيب انا نديرو كونتيتي كبيره اللي تجيبها لي كامل نطيبها ونبقى كل يوم نجبد حبه نديرها في ده كيما على بالكم دوكاتيك الصيف نحبوا نوعوا في لي تعنا تاعنا هنا جبت شويه تاع على تاع الورق ثاني تشمختها باش ندير الحشا هاي ليك هنا ما جابليش الخضره بزاف جابلي البصل ثاني هاوليك مازال نفرزو نديه للبالكون والبطاطا هاي ليك والخضره واش جابلي لي جاب غير هاوليك شوفوا الله يبارك شحال كبيره الحبه انا نحبو مشوي ولا كغاتا طوماطيش وجابلي لي زروديه وشلاضه شلاضه نديرها في البابي سويتو تقعد هي هي هايلك دوك كان نديرو في الفخيجي دار فخيج تاعي راهو مقلب كامل وراهو فارغ دوك نوريه لكم حبيت نجوز له عندي هنا يتمر نديره في باطا نخبه المهم بنات كي نكمل نرجع لكم هنا حبيت نشارك معكم واش كنت راح ندير الحشاء بدانا هذاك الخماء التخمام عفوا تاع والفطور هنا قلت ندير جواز تاع خضره جو هاي الاخت اللي تعيط لي مدام جواز راني رجعت ليكم غير يجي الفطار ترجع مدام جواز شوفوا انا علاش ندير جوازات بزاف باسكو ولادي وراجلي يحبوا الحاجات تاع يحبوا الجوازات يحبوا الحاجه اللي فيها لاصوص ما يحبوا ليش الماكله الناشفه لي وكامل هنا البنات كنت دايره البيطرا في غلي كما وريت لكم مقبله ومن بعد رحت لهذاك الفريجيدير خملته شويه شويه ميم الخضره ما جابليش بزاف رجلي مي انا نحبها كان نحب الخضره تكون غير كما نقولوا قيس خمس ايام و ايام ومن بعد الواحد يشري خضره تكون جديده خملته بهذه الطريقه وهنا حبيت نعاود نرجع للهمسه تاع مقبله ما كملتها لكمش باسكو كاين فيديوهات نهضر فيهم قباله سي بوغ سا ما نقدرش نهضر فيهم قلت لكم البنات ولا للأخت خاصه اللي قالت لي وسام على التربيه يعني مديت لك طريقتي كيفاش نوفق بين اطفالي وبين شغلي وكامل ان شاء الله تكوني ديتي الطريقه اللي راني يعني بديتها لك وثاني تحبيت نمد لك واحد الطريقه اللي كنت انا متخذتها خاصه كي نكون ربي ندير حسابات في كلش خاصه الشغل دايرة نهار في السمانة ندير فيه لو كغو ميناج، يعني نفتح قاع أنا كنت دايرة يومين في السمانة، باسكو داري كبيره وما نقدرش نخدم كلش في نهار واحد باسكو ظهري يوجعني صافي نقسم نهار ندير زعما زوج شنابر وصالون ونهار غد من ذاك ندير زعما زوج شنابر وكوزينه شوفوا هذه الطريقة رحمتني فهادو كل النهار الأول من كل زوج شنابر نمسح لهم الغبران نشلل لهم التواقي نبدل ليو ليو استعلم طارح المخايد نبدل كل شيء ونسيقهم وغد منك نزيد نخدم لهذه الحاجه الاخرى صافي والاسبوع نولي نخدم كيما نقولو غير حاجه خفيفه هنا كنت نشارك معاكم البنات في هذا الروب واللي كانوا بزاف قالوا لي عليه ورينا كيفاش يعصر هنا كاين هذا الزوج عفسات هادوما العفسه اللي تحصر الجي يديروا هذيك اللي مثقوبه من الفوق هايليك هنا باش ما تفوتنيش لا فيديو برك وهذه الطريقه اللي عندهم الروب كيما ديالي أه تعصروه بهذه العصاره بزاف هايله هاي لي كيفاش جاية ان شاء الله نكون فهمتكم راح ندير الشربات هنا بالنسبة للشاربات اللي حبت الطريقة دوك نحطها لكم في صندوق الوصف شوفوا دايما نقول لكم نحط لكم هذيك خلاص تلقاوها في صندوق الوصف <applause> وبعد بعد تروحوا لصندوق الوصف تلقاوها هي صفر اسمحوا لي ولا كيما دوكا راني ندير لكم في المونتاج مش في الـ في, الـ في الاوديو في الليل راهي قريب 12 صافي اعذروني لا غلطت فيك حاجة ولا وعدتكم بحاجة وما وفيتش اعذروني هذا ما كان الا هنا البنات كي كملت عشايا هذا البيت انا نحتفظ به نحتفظ به بهذه الطريقه نقيت حبه هايليك كل الحبات نديرهم في الفريجيدار كل يوم عندي حبيبه في النهار نص نديرو صباح نص نديروا حشيه شوفوا البطراف بزاف مليح خاصه للدراري ينحي لهم العنيمي مليح مليح بالبزاف انا ولادي صراحه يموتوا على البطراف الخضره الاخرى ما يكلوها ليش مي البطراف يحبوه لي بزاف بزاف هنا قبل ما نتعشاو وكنت كملت كامل لما نقيت الحاله نقيت الكوزينيغ الجواز ديالي جا بزاف بنين درت بطاطا والجلبانه والزروديه ودرت شوية حار ماشي بزاف ولادي سيدي دايما نعلمهم ياكلوا الحار باسكو الحار مليح ماشي نقول لكم هذاك الحار اللي حار بزاف مي كيما نقولوا مسك برك هنا هذا هو الحشا ديالي وقرعه تاع الشربات بردتها بردتها جات ما شاء الله اه الوصفه تاع الشربات نخليها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله أه الى هنا غالياتي نقولكم لكم راح تخلص لا فيديو ديالي ما تنساونيش بلي كومونتير شابين تاعكم اللي يطلعوا لي المغال وما تنساونيش بالجام وما تنسوش حبيبات قلبي تقولوا لي واش راكم حابين تشوفوا في الفيديو الجايين اذا عجبكم هذا النوع تاع الفيديوهات ولا لا لا تهلاو في روحكم ومع السلامه